الكتاب والسنة. فسلم ابنه الأمين لواحد من المؤدبين المربين وأوصاه بسبع حاجات، اكتبوا وراي بقى بمية الذهب الكلام اللي هنقوله. وصايا تعتبر منهج متكامل في تربية الأولاد خصوصا في سن 7 سنين. أول حاجة قال له أقرئه القرآن. ليه؟ لأن في قراءة القرآن الحفظ وتنمية المدارك، تمام كده، تقوية الذاكرة، يساعده على الاستيعاب، توسيع عضلة المخ والدماغ، استرجاع المعلومة بسهولة وبشكل سريع عشان بيراجع الآيات، يديله قدر من الاتزان النفسي أصلا والانفعالي والاتزان الاجتماعي، بيقوي طبعا لغته العربية وبيقوي ويحسن قدرته على النطق ويرفع مستوى الإبداع والذكاء عنده. ويعرف الطفل اتعامل ازاي لانه شايف قصص فبيشوف التعامل ازاي، وازاي اتعامل مع الله عز وجل، وازاي اتعامل مع الناس، ازاي اتعامل مع نفسي وما سأعمل فيها ايه، يعرف حقيقة الدنيا واهمية الاخرة. الوصية رقم 2 اللي قالها هارون رشيدي ان يعرفه الاخبار. المقصود بالاخبار ايه؟ التاريخ، الامم، تاريخ الامم والشعوب وهكذا. بيتعلم ان الدنيا دول دوارة وتلك الايام نداولها. التاريخ بيكرر نفسه، التاريخ ما بيكذبش، ما بينساش، ما بيرحمش. وان الطفل لما يعرف التاريخ مهم جدا جدا في يبني شخصيته، زي يتعرف على الاشخاص، العلماء، العظماء، الحكماء، المشاهير، المبدعين، يتعرف مين اللي كان فاسد، مين الظالمين، اصناف الناس ايه، الحياه عملت فيهم ايه. ده اللي نعرفه. رقم 3 وصاه قال له ان يرويه الاشعار. ليه؟ عشان الطفل ما بيتعلم القران وبعدين يشعر تقوي اللغه عنده، يبقى عنده حسن تعبير، عنده كتير من المفردات اللغه العربيه، افكاره بتبقى كتير. يتعلم الادب. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيقول علموا اولادكم الشعر فانه يعلمهم مكارم الاخلاق. وكان معاويه ابن ابي سفيان كان يقول يجب على الرجل تاديب ولده بالشعر، وده اعلى مراتب الايه؟ الادب. رابع وصية وصاها هارون الرشيد للمربي المؤدب ابنه، علمه السنن، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كل ما الطفل يعرف صفات النبي عليه وسلم، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيحب إيه، كان ينشأ على محبة النبي على قدر معرفته به، ينشأ على معرفة السنن، وقلبه يرق وعقله يبقى فيه حكمة ويقوى إيمانه. ليه؟ لأنه فاهم النبي عليه وسلم كان بيقول إيه، صلوا عليه. خامس حاجة وصاها قال له أضبط نفسه، علمه ضبط النفس وحسن الحديث. قال إيه بقى؟ بصره بمواقع الكلام وبرئه وامنعه من الضحك، الضحك إلا في أوقاته، يعني بقاش هايف، يعني ما يبقاش كده. ده يسمى علم السلوك والأدب في الإتيكيت والكلام، إمتى أتكلم، إمتى أسكت، يتكلم، يختار الوقت والمكان الصحيح، الزمن الصحيح للأمر ده، إزاي أعبر عن مشاعري، وقت الفرح بإيه، وإيه الأفورة في الأمر، وإيه الأمر المتزن فيه، ويختار الوقت والصحيح للكلام ده. حتى مع الأشخاص إمتى أتكلم معاهم، إمتى أحسن اختيار الكلمات، إيه اللفظ اللي أقوله اللي ينفع مع الشخصية دي وما ينفعش مع الشخصية دي.